نحن أسفين. نحن أسفين. ولا يهمك. يلا تعالوا. لوين رايحين؟ استنوا الرشاب ليجي. سيارته كانت جنب سيارتنا. رح تكون كثير حلوة. ها ليش ما ريشاب لسه ما وصل؟ لا حلو. شغلة بتضحك انه ريشاب لسه ما وصل. انا فرحان كثير لانه انا وريشاب تشارطنا مين بده يوصل بالاول، وطبعا انا اللي ربحت. عفوا كارا، وانا كمان. ايه وهي كمان. ريشاب طلب منا تطلع معي بالسياره كرمال ما غش وروح من طريق مختصر، بس انا ما غشيت ومع هيك ربحت يا جماعه. خبري ريشاب اني ربحت، انا عندي شغله. هذا الولد قد ما كبر بحسه بيضل صغير. انتوا فوتوا وانا رح استنى ريشاب. تفضلوا تفضلوا. يلا تفضلوا. يلا يلا بسرعه تعفوا. واذا ما عملنا شيء عن قريب كثير وقتها ريشاب رح يتقرب اكثر من بريتا، واكيد ما بقى رح يتزوجني. واذا صار هذا الشيء هي رح تربح وانا بخسر. مو معقول عن جد بريتا هي اللي عم تربح بكل مره، رح تحبب كل العالم بحالها. لا كارينا، انت لازم تعملي شيء لحتى الكل يصيروا يكرهوها. أنا لازم أعمل أي شيء مشان أنزع مراسم الخطبة بهالصالة. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.